حكاية السوريات والسوريين مع الذهب ما بتخلص، فهو موجود وأساسي بالمناسبات والحفلات، وخصوصي بالأعراس والمباركات والأعياد. ومع أنه الهدف منه الفخفخة والتزين، إلا أنه الذهب هو صديق وفي وقت الأزمات. لهيك العائلات والنساء السوريات بيعتبروا المصاغ الذهب بمثابة تصميدة بتعينهم بالأيام السوداء، ولهيك بهي الأيام باعوا أغلب السوريات ذهباتهم، وصار الذهب السوري عيار 21 و24 موجود ومشهور بسوق الذهب بأوروبا وبتركيا وحتى بكندا.